أنا انولدت وعشت كل حياتي في بلعين، القرية اللي واقعة بين التلال. القرية واقعة داخل الأراضي المحتلة من الضفة الغربية. هذول هم الخمس كاميرات تاعاتي، كل كاميرا مرحلة في الحياة. في مرة إجي مهندس إسرائيلي يعمل كيسات عشان يبنوا جدار فاصل وسط أرضنا. في هذا اليوم انكسرت كاميرتي الأولى بقنبلة غاز. لما بصير إشي في القرية على طول بحس إني لازم أصور. شوفي شو بيصير فينا من ورا هذا التصوير ومن ورا شغل الشغلات. شوفي حكيت انا يا ابو محمد ما فيش هيك مأرض هنا جوا الجدار لا ولا شيء. شو فيش هيك تقدر تسوي زي يا زلمه؟ هاي مكيف في بنى. انا بعرف انهم بجوز يدقوا على بابي في اي دقيقه، بس راح اضل اصور. هذا بساعدني إني أواجه الحياة وأظل عايش.